السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي جمال من كورس الأندرويد بلغة الكوتلين. درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي أرفع تطبيقي على جوجل بلاي أو المتجر. أول حاجة لازم يكون ليك حساب على المتجر. هعرفك إزاي دلوقتي نفتح حساب على متجر جوجل. أول حاجة هنفتح براوزر بتاعنا ونكتب play.google.com/apps publish. تمام، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، ندخل عليه. هيطلب منك اول حاجه الحساب الخاص بالجيميل بتاعك. طبعا احنا انشانا حساب قبل كده في الدروس الخاصه بالاعلانات، فممكن ندخل الحساب بتاعنا. ندخله بالشكل دوت، بعد كده نكمل الخطوات. هيفتح لك ساين اب، يعني هتعمل حساب جديد. تمام، هيكتب لك الحساب بتاعك بالشكل دوت، وهتنزل تحت هتقول له اي اجري، بعدين كونتينيو تو بيمنت. طبعا حساب جوجل علشان تفتحه لازم يكون معاك كريدت او ديبت كارد. تمام، هتحط رقم الكريدت كارد او الديبت كارد بتاعتك والرقم السري الخاص بيها والبيلينج ادرس، تقول له باي. طبعا هو بيسحب منك $25 مدى الحياة، يعني حسابك معاك مدى الحياة unlimited للتطبيقات، يعني ارفع عليه اي تطبيقات انت عايز ترفعها، يعني ملوش اي ليميت في اي حاجة. اهم حاجة ما تخالفش سياسة جوجل الخاصة بالمطورين. بعد ما هتضغط باي هتدخل باقي البيانات بتاعتك. تمام، وفي الاخر خالص هتقول له فينش. طيب بعد لما بتقول له فينش هيفتح معاك صفحة زي دي بالشكل دوت. طبعا هيكون عندك كريت ابليكيشن، فهنضغط على كريت ابليكيشن وهنحط له اول حاجة الديفولت لانجويج، اللغة الافتراضية. طبعا لو انت حابب تسيبها انجليش وتحط التايتل بالانجليش مفيش مشكلة. لو تطبيقك بيسبورت عربي فقط فالافضل تقول له عربيك، مثلا هنا تعلم اسم التطبيق اللي هيظهر على المتجر، يعني تعلم مثلا C++. تمام، بعد كده هقول له create. لما عملت كريت هتلاحظ ان فتح لي الصفحه ديت، بيقول لي حط شورت ديسكريبشن، مثلا تطبيق تعلم لغه C++، وتحط وصف للتطبيق يكون صغير مكون من 80 حرف او ما يزيدش عن 80 حرف. تمام، والفول ديسكريبشن تحت هنا هتحط وصف للتطبيق كامل ما يزيدش عن 4000 كلمة. هننزل تحت كده هتلاقي بيقول لك ايه، بيقول لك محتاج هنا الصور الخاصة بالفون. الصور دي عبارة عن سكرين شوت. تمام، هناخدها من التطبيق بتاعنا، يعني لو جينا فتحنا التطبيق الخاص بينا بالشكل دوت، هناخد اكتر من لقطة. ازاي؟ عن طريق تيك سكرين شوت، بيعمل سيف على الديسكتوب. مثلا نفتح القائمة الجانبية وناخد سكرين شوت اخرى، ومثلا استخدام مكتبة. ناخد سكرين شوت من جوه الدرس مثلا. تمام، هتلاحظ ان هو لو جينا على الديسكتوب بالشكل دوت هتلاقي ان هو حفظهم لي على الديسكتوب. تمام، طيب هنيجي نفتح الصفحة بالشكل ده، ونيجي على نخليها في يعني نص الشاشة، وناخد السكرين شوت بتاعتنا ونحطها هنا.
تمام، هيبتدي يحملها. دي أول حاجة هو محتاجها. محتاج بعد كده إيه؟ أي حاجة محطوط عليها علامة النجمة جنبها يبقى هو محتاجها. بيقول لي حط صورة 512 في 512 بيكسل، تمام، عبارة عن الأيكون الخاصة اللي هتظهر على التطبيق على متجر جوجل. طيب هتفتح أي برنامج إيديت للصور مثلا فوتوشوب، ونعمل نيو بالشكل دوت، وهنخلي الأبعاد بتاعت الصورة بتاعتنا 512 في 512 بالشكل دوت. بعدين هنا نخليها 32 بايت، أقول له أوكي تمام. طيب محتاجين بقى أي صورة حابب أنت تجيبها أو تصممها، مفيش مشكلة، تصمم أيكون للتطبيق بتاعتك. مثلا أنا هجيب من جوجل على طول صورة سي بلس بلس بحيث شرح فقط، مثلا الصورة ديت خلاص أحفظها على الديسكتوب. وأخدها داخل الملف اللي أنا عملته 512 512، وأقول له أوكي، وأشيل الخلفية بتاعته، أشيلها من هنا تمام، وأعمل له سيف أز بي إن جي تمام، أحطها بأي اسم خلاص. بعد كده نفتح الصفحة الخاصة بالتطبيق بتاعنا، نخليها بالشكل ده، ونسحب الايكون نحطها هنا تمام. طبعا هتحمل الايكون. طيب هنا محتاج بانر بيظهر في اعلى التطبيق على المتجر، عبارة عن 1024 في 500. هنيجي على الفوتوشوب، نفتح نيو 1024 في 500، خلي 16 بايت، قول له اوكي. بعدين هتعمل اي تصميم انت حابه للتطبيق بتاعك، يعني مثلا نحط انا اي صورة. طبعا انت هتحط يعني صورة للتطبيق افضل من كده تمام، انا بس عشان الشرح فبحاول ان انا اعمل بانر يعني بسيط جدا عشان بس اوريك ايه اللي بنحتاجه. بعد كده هنعمل سيف بي ان جي، نختار بي ان جي بأي اسم، سيف اوكي. بعدين نيجي على الصفحة الخاصة برفع التطبيق، هنختار البانر ونحطه هنا تمام. محتاج ايه تاني؟ محتاج معايا الابليكيشن تايب، نوع الابليكيشن بتاعي، هل هو جيمز ولا ابليكيشن؟ فانت هتختار ابليكيشنز. بعد كده الكاتيجوري الخاص بي، هل هو عبارة يعني من فئة التصميم او من فئة البيزنس او الاديوكيشن، احنا عبارة عن اديوكيشن تمام. طبعا هنا لو عندك ويب سايت هتحطه، والايميل الخاص بيك، والتليفون لو عندك طبعا الافضل تحطه تمام. هنا مهم جدا ان انت تحط رابط للبرايفسي بوليسي. طيب هتجيب البرايفسي بوليسي منين؟ ممكن تبحث عليها على الانترنت، اكتب برايفسي بوليسي وجنبيها اي بيرميشن انت بتستخدمها، مثلا زي ما احنا بنستخدم الانترنت داخل التطبيق البيرميشن الخاصة بالانترنت، فممكن تبحث عليها وتحط او تعمل لها صفحة تمام، وتحط اللينك الخاص بيها هنا تمام. طيب مثلا هنكتب privacy policy، هتلاقي في حاجة اسمها privacy policy generator ممكن تستخدمها، مثلا هنا في privacy policy يجي start now، هتيجي مثلا هتقول له mobile application، تقول له next، تقول next step. بعدين are you register entry، خلينا individual تمام،
بعدين نيكست، هتحط له المكان اللي انت شغال فيه مثلا ايجيبت، خلاص نيكست وات يور موبايل نمبر، هتحط له رقمك، بعدين بيسألك ان انت عندك لوكيشن، تستخدم اللوكيشن تقول له نو، do you track analyze، لو انت عندك حاطط جوجل analyze داخل التطبيق احنا ما عندناش نو، بعدين نعلم له على ايميل ادرس مثلا، او بيقول لك طبعا هتملى البيانات ديت تمام بروفيشنال نو، بعدين نيكست choose transaction، هتحط له الايميل اللي هيبعت لك فيه اللينك الخاص ب البرايفسي بوليسي بتاعتك، ده بدل ما انت تعمل ويب سايت وبعدين هتقول له create privacy policy، وهتنتظر لغاية ما هو هيعمل create ليها. ممكن تحط هنا لو انت عندك ويب سايت تاخد البرايفسي بوليسي ديت ده كود HTML وتحطها في الويب سايت بتاعك، تمام هتظهر بالشكل دوت. تمام طيب هناخد اللينك دوت كوبي، تمام بعدين هنيجي هنا نحطه باست بالشكل ده، ده لينك البرايفسي بوليسي بتاعي، بعدين هقول له سيف درافت. هتلاحظ هنا عمل لي علامة صح، عندك هنا في الاب ريليس تمام والكونتنت ريتنج والبرايس ديستريبيوشن تمام، دول بنحتاجهم ان كلهم يبقوا بعلامة خضراء زي كده. اول حاجة عملناها اللي هي ستور ليستنج، وبعد كده الاب ريليسز هتضغط عليها، هتلاحظ ان عندك هنا في الاب ريليسز اكثر من اختيار، عندي برودكشن دوت هترفع التطبيق هيبقى على المتجر على طول، او يعني عبارة عن تطبيق كامل مش تيست ولا بيتا ولا الفا، هنضغط على Production Manage، بعدين هنقول له Create Release، بعدين Finish، بعد كده يحتاج مننا ال APK. ال APK ده الملف اللي احنا بنطلعه من Android Studio او من الابليكيشن بتاعنا ونرفعه على جوجل بلاي. طب ازاي نطلعه؟ بتضغط على build find bundle or apk، خلاص هتضغط عليها تمام، هنختار apk وبعدين next، هنا بيطلب مني الكي ستور. طيب هنيجي نعمل create new، لان الكي ستور دوت ايه فايدته؟ الكي ستور دوت هو عبارة عن ملف، بيبقى الملف دوت مرتبط بيوزر نيم وباسورد احنا بنعملهم اول مرة بنعمل ملف الكي ستور بتاعنا، بحيث ان احنا بعد كده في عايزين نعمل ابديت للابليكيشن مش هينفع غير عن طريق الكي ستور يكون معانا ومعانا اليوزر بتاعه والباسورد. طب احنا ما عندناش الكي ستور اول مرة نرفع التطبيق، فنضغط كريت نيو تمام، هتحط الباس اللي هيحفظ فيه الكي ستور بتاعك تمام، مثلا اخليه على الديسكتوب حاليا، طبعا لازم تحفظه انت في مكان يكون آمن يعني ما يضيعش منك، لأن مش تعرف تحدث التطبيق غير بالكي ستور تمام. طيب تحط له نيم بالشكل ده مثلا، نقول له علي، طبعا سميه باسم التطبيق أفضل، نضغط أوكي. بعد كده هتحط له باسورد، الباسورد اللي انت حابه يكون أكتر من 6 أرقام أو حروف تمام. هنا الالايز اللي هو يعتبر زي اليوزر كده، هتحط له مثلا الي اللي انت حابه طبعا، بس لازم تحفظ الكلام اللي انت هتحطه ده كله. هنا نفس الموضوع، حط له باسورد بالشكل دوت بالشكل ده. طيب هنا عدد السنوات اللي انت عايزها يبقى التطبيق موجود على المتجر، مثلا اقول له 60 سنة لو عشنا، وبعدين اول اسم بتاعك وبعدين اوكي. لازم تحفظ الكلام ده كله في ملف عندك عشان ما تنساش اليوزر باسورد، مش تعرف تحدث التطبيق بتاعك. بعد كده اقول له ريممبر باسورد واقول له نيكست، بيقول لي هحفظ
الريليس ده الملف اللي هيطلعه اللي هو الاي بي كي اللي احنا هنرفعه على البلاي ستور. فين؟ اقول له على ديسكتوب بالنسبة لي، خلاص. بعدين اعلم على V1، اوكي، بعدين فينش. هتنتظر لغاية ما يعمل بيلد للابليكيشن هيطلع لك الملف على الديسكتوب. لو لاحظت ان هو خلص عمل ملف الـ APK الخاص بينا، هتلاحظ ان هو بيقول لك generated successfully، خلاص. لو دوست على locate هيفتح لك المكان اللي طلع فيه الملف، تمام. هو طلعه هنا في الديسكتوب زي ما قلت لك. طيب نروح على الموقع ونرفع الملف الخاص بـ APK release، هنحطه هنا وننتظر لغاية ما يرفع، تمام. هتلاقيه خلص بالشكل دوت وحطلك الفيرجن كود 1 هنا، تمام. وهنقوله سيف، بعد كده ريفيو. طيب تلاحظ عمل لك علامة صح هنا، ناقص لنا هنا جزئيتين. أول حاجة الـ content rating والـ price and distribution. هنروح على price distribution وهنقول له this application، لو انت عايز تحطه بفلوس هتعلم على paid، لو انت هتحطه free هنحطه free، تمام. طيب هنا البلاد اللي هيظهر فيها الابليكيشن علم على available على كل البلدان او زي ما انت حابب، يعني حابب مثلا ما يظهرش في بلد معينة اعمل unavailable. وهتنزل تحت هنا هتلاقي دي برضو مهمة جدا، بيقول لك التطبيق بتاعك هل بيوجه بشكل مباشر للأطفال الأقل من 13 سنة. لو تطبيقك يعني بيتوجه لأطفال أقل من 13 سنة هتقول لي إيه، إحنا تطبيقنا ما بيتوجهش لأطفال أقل من 13 سنة. بعد كده بيقول لك التطبيق يحتوي على إعلانات، طبعا تطبيقنا بيحتوي على الإعلانات، هقول له يس. هنيجي ننزل تحت خالص هنعلم على الـ Content Guideline والـ US Export، بعدين أقول له سيف. عمل لي علامة صح. ناقص آخر حاجة خالص Content Rating، أقول له Continue، تمام. بعد كده لازم أحط له الإيميل بتاعي عشان يبعت لي الـ rating. هنيجي هنا نختار له نوع التطبيق بتاعنا هو عبارة عن ايه، يعني بيقول لك مثلا reference او news او educational، تمام. فاحنا تطبيقنا education. وهنيجي هنا لو انت طبعا يعني في الانجليش في حاجات واقعة منك ممكن تاخد copy لكل التكست وتفتح جوجل ترانسليت وترجم عشان تفهم الأسئلة اللي هو بيسألها لك، تمام. أنا أقول له نو no على كان ذا كونتنت سوليوشن ماتيريال سيكشواليتي نو لانجويج أو حاجة سيئة في اللغة، يعني يحتوي على عبارات بذيئة أو الكلام ده نو no. بالنسبة لي أنا هحطها كلها نو no. بعدين سيف كويتشن وأقول له كوليكت كويتشن. وآخر حاجة خالص هقول له apply rating وأقول له بعد كده هنروح على الـ app release. خلاص كده الدنيا تمام، يعني معانا الأربع علامات صح. هقول له edit release ونيجي تحت هنا هقول له review، بعد كده start roll up to production وأقول له confirm، خلاص. هنروح على all application، كده التطبيق بتاعنا تعلم C++ pending publish، تمام. هتنتظر حوالي، هو بيقول لك المفروض 24 ساعة أو الكلام ده، لكن هو بالكتير أوي 2 3 ساعات وهيبتدي الموافقة عليه ويجي لك إشعار
بالكلام ده. تمام. طيب بكده عرفنا ازاي نرفع التطبيق وايه الحاجات اللي احنا بنحتاجها واحنا بنرفع التطبيق، وازاي نعمل حساب مطور خاص بجوجل. وعرفتك مهم قوي ان انت تحط البرايفسي بوليسي ديت داخل المكان الخاص بيها وانت بترفع التطبيق بتاعك. هحط لك اللينك الخاص بيها اسفل الفيديو وكمان لينك المطور. تمام كده وصلنا لاخر الحلقة. افكرك مهم جدا ان انت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.